لكل جماهير نادي الزمالك اني خلاص بكره ان شاء الله بمشيئه الرحمن رفع القيد او فك القيد من قبل مجلس اداره نادي الزمالك. وفي الحاله دي اعتقد ان نادي الزمالك يقدر بقى ان هو يروح ويتعاقد ويجيب صفقات جديده. وزي ما قلنا قبل كده ان مجلس اداره او المجلس لنادي الزمالك بيجتهد بشكل كبير جدا، لان كلنا عارفين طبعا الازمات اللي بيمر بها نادي الزمالك والمشاكل الماديه والمديونيات سواء للمدربين الفنيين المديرين الفنيين السابقين او اللاعبين، ازمات كبيره جدا جدا طبعا. ولكن بيجتهد مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه طبعا الكابتن حسين لبيب وباقي اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، ولكن خلاص يعني غدا فك القيد بالنسبه لنادي الزمالك، ومن هنا يبدا نادي الزمالك يستعد للموسم الجديد. ولكن خلينا الصداع اللي عند مجلس اداره نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك هو احمد سيد زيزو. اللاعب هيبقى، اللاعب هيرحل، ويمكن احنا قلنا هنا ان احمد سيد زيزو بالفعل اتفق على كل شيء مع نادي نيوم السعودي، ولكن يتبقى الاعلان عن الصفقه. خليني نحكي شويه كده في الموضوع. الازمه كلها ان نادي الزمالك في ازمه او في ورطه في الوقت الحالي، هو عايز يحتفظ بزيزو وفي نفس الوقت هو عايز يحافظ على بقيه اللعيبه كمان وبقيه بقيه المجموعه، لان في الاول وفي الاخر انت بتتكلم على مجموعه. كره القدم هي لعبه جماعيه. فالارقام اللي ممكن يحصل عليها زيزو في حاله الابقاء عليه في نادي الزمالك ممكن تتسبب في ازمه كبيره في اوضه اللبس داخل نادي الزمالك. فبالتالي هنا مجلس اداره في حيره من امره. جماهير نادي الزمالك نفسها اكيد زيزو ان هو يفضل متواجد مع نادي الزمالك. ولكن لما تيجي تبص للعقل والمنطق، الرقم اللي جاي في زيزو يحل ازمات كتير جدا بالنسبه لنادي الزمالك، ويقدر يخلي نادي الزمالك يدخل في صفقات اشرف بن شرقي، لعيبه كتير في الدوري المصري، يقدر يجيب لعيبه محترفين بشكل كويس، لان يعني بنتكلم على حوالي 5 مليون دولار تحل ازمه كبيره بالنسبه لنادي الزمالك. الازمه او المعضله كمان في الموضوع ان اللاعب متبقي ليه سنه، يعني لو زيزو متبقي ليه سنه اثنين او ثلاثه فخلاص ما فيش مشكله، في الحاله دي انا ما اضحيش باللاعب، ولكن اللاعب في يناير القادم من حقه ان هو يوقع لاي نادي، خلاص هو اللاعب يعتبر عقده انتهى. فهنا في تخوف برضه من اداره نادي الزمالك ان اللاعب يمشي، لا النادي يستفيد منه فنيا ولا النادي يستفيد منه ماديا. فبالتالي حيره كبيره فيها مجلس اداره نادي الزمالك. احمد سيد زيزو لا خلاف ان هو لاعب من اللاعبين المميزين واللاعبين المهمين بالنسبه لنادي الزمالك، ولكن يبقى ان ده نادي الزمالك. نادي الزمالك باي حد موجود فيه، لان في الوقت ده زي ما بقول في اولويات. هل الاولويه هنا استمرار زيزو او الاولويه رحيل زيزو؟ في الوضع اللي انا شايفه ده انا اعتقد ان كل الاتجاهات هو رحيل زيزو، بما فيهم مجلس اداره نادي الزمالك. ولكن التخوف من نادي اداره مجلس اداره نادي الزمالك هي حاله عوده زيزو ان ما يقعدش تاني نادي الزمالك. هنتكلم في البنود دي وهنتكلم في النقاش اللي كان داير النهارده في بعض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وتخوفه من ايه، ولكن خلينا نروح على الهاتف للزميل والصديق وبلدياتي كمان وبلديات زيزو كمان، لان طبعا كلنا بنبقى يعني عندنا كده حاله حلوه كده ان يبقى عندنا لعيبه كتير طبعا من محافظه المنيا وكل المحافظات اكيد. النجم ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر كابتن طاهر السيد. كابتن طاهر تحياتي ليك. حبيبي يا كابتن احمد يا صقر عظيم. عامل ايه يا حبيبي؟ طمنا عليك. حبيبي هداف جيلك. حبيبي ربنا يخليك. طمنا عليك، ايه الاخبار؟ والله كله يا كابتن الحمد لله الحمد لله. طيب يعني الشغل الشاغل دلوقتي، وانا هقول لك على حاجه في الاخر كده يعني انتظر مفاجاه بشرى حلوه كده ان شاء الله ابشرك بيها قريب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب شكلك كده عارف دلوقتي. لا بعد الهوا. ابشرك بشرى حلوه ان شاء الله. حاجه خاصه بيا انا يعني؟ بيك انت طبعا. امال يعني حاجه خاصه بيك انت طبعا. ماشي يا كابتن مصر. ماشي. طيب دلوقتي خلينا ناخد كده شوية كواليس من ما يدور في كواليس داخل نادي الزمالك. أحمد سيد زيزو باقي أم راحل؟ هو السؤال ده اتسأل لزيزو نفسه مش لطارق السيد والولد. كابتن أحمد خلينا نتفق إن زيزو لعيب كبير جدا. طبعا طبعا. زيزو من أهم اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري. صحيح. إنما في الأول وفي الآخر هو صاحب القرار.
هو صاحب القرار مش حد تاني. مجلس اداره نادي الزمالك اعتقد بيسعى بكل ما يملك من قوه ان هو يجدد لزيزو، متمسكين بزيزو بناء على الكلام اللي بيطلع من مجلس الاداره، واعتقد برضه من المعلومات اللي عندنا ان زيزو متمسك بالنادي. ممكن يبقى في اختلاف على بعض البنود. طب معلش معلش يا كابتن، سؤال بس. زيزو متمسك بنادي الزمالك ومجلس واداره نادي الزمالك متمسكه بزيزو، فين العطله؟ فين المشكله؟ والله بص يا كابتن هقول لك على حاجه، هو مش عطله، هو القصه ممكن تحسبها فيها يا كابتن احمد، ان ممكن يبقى في اختلاف مادي على حاجه بسيطه، ممكن كويس. يبقى في اختلاف، وده طبيعي جدا في المفاوضات بتحصل بين الناس وبين الانديه واللعيبه. صحيح. مش مشكله. انما في الاول وفي الاخر اللي انا المعلومه اللي عندي ان مجلس، والكلام ده مجلس الاداره طلع قالوا، وبعض المسؤولين في النادي قالوه، وزيزو نفسه قاله مع الزميل ابراهيم فايق او الاستاذ ابراهيم فايق قبل كده، واعتقد ان انت شخصيا يا كابتن احمد عارفه. انما ظروف النادي دلوقتي ايه؟ الوضع المادي ايه بتاع النادي؟ هو ده اللي بيحكم النادي. طيب وانا فضل. كابتن احمد عشان اكمل لك الكلام، على ما اعتقد ان ان شاء الله باذن الله هيبقى في تدخل من بعض رجال اعمال الزملكاويه ويخلصوا الموضوع ده وتسمع خبر كويس الفتره الجايه. طيب خلينا زي ما انت عايز تسمعني الخبر الكويس. اكيد طبعا اكيد طبعا. خلينا نتفق ان حتى من محبي نادي الزمالك ورجال اعمال نادي الزمالك وبالتحديد الاستاذ ممدوح عباس، عشان احنا هنا ما عندناش يعني ما عندناش اي ازمات وكده. تمام. ولكن الاختلاف انت ما قلتش، الاختلاف المادي مش على امور بسيطه يا طارق، الاختلاف المادي على امور كبيره. نادي الزمالك النهارده وصل تقريبا مع زيزو لمليون دولار في السنه، اي حوالي 50 مليون جنيه. تمام. المشكله كلها ان قبل كده اتقال ان في هيبقى في دعم من الاستاذ ممدوح عباس، انما هو الرقم المطلوب حوالي 70 او 80. هل نادي الزمالك يقدر يدفع 70 او 80 مليون جنيه في السنه؟ مش ما هو بص يا كابتن احمد، انا من طبعي، وانت عارف الموضوع ده كويس، ان انا ما بحبش اتكلم على ارقام. طيب انما في الاخر احنا هنا بس علشان بنوضح، لان دي معلومات عندنا ومعلومات احنا، انت اكيد طبعا انت ممكن ما توضحش، انما احنا هنا لازم نوضح للناس. وعلى فكره زي ما انت قلت الكل متمسك بالتاني، ولكن في النهايه هو زيزو جاي له حوالي 3.5 مليون دولار في السنه في نادي نيوم السعودي. هو نادي الزمالك تواصل معاه ان ممكن يكون رقم هو الاعلى في تاريخ اي لاعب في نادي الزمالك حوالي مليون دولار في السنه. تمام. فده اللي قدر عليه نادي الزمالك مع دعم محب نادي الزمالك، مش هنقول اسماء، محب نادي الزمالك خلاص. في اخر محب نادي الزمالك دول هيقربوا وجهات النظر ان شاء الله باذن الله بامر الله، يقدروا يقربوا وجهات النظر، ولما تحصل قاعده معينه كده ما بين الناس وبعضها الامور بتبقى سهله جدا جدا جدا. انما هو المشكله كابتن احمد دلوقتي هو ان كل واحد مننا احنا، انا طارق السيد، وبطلع على السوشيال بقول ارقام، وده بيقول ارقام، وده بيقول ارقام، ده بيخلي الامور تبعد بين الناس وبعضها. انما في القعده الاخيره مع عزيز ووالده كان برضو عرض نيوم السعودي موجود، وهو نفس الرقم، وطلعت من القعده قال لك ان شاء الله باذن الله احنا اتفقنا وهيبقى في قعده على التجديد. كويس. حصل ولا ما حصلش؟ مظبوط مظبوط ماشي. هو والد زيزو، وهو ليه كل الحق على فكره، لان في الاول وفي الاخر انت كلاعب كوره ده مستقبلك، ما نقدرش ان احنا نلوم عليه او نلوم على والده، طبعا مع حبه وتقديره لنادي الزمالك. ولكن هو راجل قال انا عندي عرض ب 3.5 مليون دولار، احنا بنحب نادي الزمالك، قدموا العرض بتاعكم اللي هو في النهايه احنا نبقى قابلينه و نبقى اقل من العروض اللي جايه بالنسبه لزيزو، بس اقل قد ايه؟ هو ده المهم. ان شاء الله باذن الله هيقربوا المسافات. تمام. وزيزو يسيب شويه والنادي يضخ شويه والامور تمشي، وزيزو يبقى موجود في نادي الزمالك. لان خد بالك في اوقات يا كابتن احمد، ولو فاكر انت، انا مش بشبه حد بحد خد بالك، بس انا هدي مثال بسيط جدا جدا. محمد صلاح كان جاي له رقم كبير جدا 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 من الدوري السعودي، وحب يكمل في نادي ليفربول اللي هو العقد بتاعه اقل من النادي السعودي بكتير قوي قوي قوي، عشان يكمل التاريخ والاسم اللي عمله في النادي السعودي في النادي ليفربول. وانا اعتقد ان عقليه زيزو ودماغه ممكن تكون بشكل كبير رايحه للحته دي. صحيح. بس هو الجاب كبير قوي، الجاب كبير، بس ان شاء الله باذن الله هيتقرب المسافات، واتمنى ان يتقرب المسافات ويبقى في قاعدة يتحل فيها كل الأمور اللي أنت بتتكلم فيها إن شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. طيب هل في اي تواصل بينك وبين زيزو لتغيير المسافات؟ لان انا عارف العلاقه وانت كنت اسباب من اسباب يعني مجيء زيزو لنادي الزمالك، هل في اي تواصل الفترة معاه؟ الأخيرة دي لا، الفترة دي الأخيرة دي لا، لأن خد بالك كابتن أحمد في نقطة مهمة جدا. أنا مش يعني ما دعيتش إن أنا أتدخل في الموضوع. فلو دعيت كان هيبقى ليا تدخل، إنما أنا ما دعيتش دي. فما ايوه. بحبش أحط طب ما نفسي. انت ما دعيتش قبل كده لاحمد فتوح وكنت لا لا اتدخلت في دعيت، موضوع احمد لا لا فتوح؟ لا 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 دعيت، لا دعيت. دعيت. اه لا 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 طب هيتم، أنا ما طب جهز نفسك عشان هيتم دعوتك قريب ان شاء الله باذن الله. ماشي. تمام معاك. خلتني شرقت. طيب ما حدش ده ما لسه حدش ما فيش حاجه، ده لسه ما فيش حاجه حصلت. طيب طيب وشرقت، امال طيب ما يعني. انا عارفك، ما انت بتجيب يعني عايز اقول ايه، بس والنبي مش دلوقتي، لما الدنيا بس تشوف الدنيا رايحه فين. بس هتمشي كويس ان شاء الله باذن الله، ما ان تقلقش شاء ان شاء الله الله باذن باذن الله. الله بامر الله طيب ان شاء الله. يعني انت شايف اني، انت شايف ان انت مع بقاء زيزو؟ 100% يا كابتن احمد، خلينا نتفق ان نادي الزمالك بيبني تيم. هي يا كابتن احمد خد بالك في نقطه مهمه جدا لازم لعيبه الزمالك دلوقتي يعرفوها. اذا كان نادي الزمالك بيمر بازمات ماليه في الفتره دي، فنادي الزمالك بعد ما يحل الازمه الماليه بتاعت الفلوس المديونيات بتاعت اللعيبه القديمه اللي هي مشت وليها مديونيه، اعتقد الامور هتبقى مستقره بشكل كبير جدا في النادي، والنادي هيبقى فيه خير كبير قوي قوي لكل الناس. فده لازم يبقى محطوط في الحسبان. زي ما انت لعيب خدت سمعه وخدت شهره وخدت مكانه وخدت اسم وخدت تاريخ في النادي واديت النادي برضه عشان ما نخسرش حقك، صحيح. في اوقات لازم تصبر على النادي شويه، لان النادي كده كده لما بيبقى فيه يا كابتن احمد امكانيات كويسه اعتقد ما بيبخلش على حد، صحيح. طيب وخاصه كمان عندي مع عندي المالي سؤال اللي عندي سؤال موجود. يا كابتن، سؤال يعني فني اتفضل شويه، وانت راجل نجم من نجوم نادي الزمالك، هل اتفضل. بقاء زيزو ولو حصل على ما يستحق وده حقه طبعا يطلب اللي هو عايزه، هل ده ما ياثرش على اوضه اللبس؟ ده انت كابتن مصر، يعني انت كابتن احمد حسن كابتن مصر تمام وشلت كاس امم افريقيه تمام مرتين يا كابتن احمد. الكلام ده كلام اختراع ملوش اي وجود في الحياه. ما تلعب يا كابتن احمد وما تكسر الدنيا وخليك نمره واحد في مصر، خد اللي انت عايزه. صحيح. ولا هنا في انا غلط؟ لا مفيش اي غلط، بس انا بتكلم على، انت عندك حق طبعا، وانا قلت ياخد زي ما يستحق، لان هي في المساله في الاول وفي الاخر مساله عرض وطلب، وانت عارف ان انا عقليه، انا عقليتي انا بقول كده. عشان كده ولكن بقول لك انت كابتن ولكن مصر. هنا ولكن هنا انت دايما بتقول في فئه اولى، في فئه تانية، في فئه ثالثه، فهل النهارده فرق الارقام الكبيره دي ما يعملش ازمه داخل اوضه اللبس؟ لا يبقى لا، بص يا كابتن، اي لعيب في مصر عايز يبقى زي زيزو في ارقامه يعمل نفس الارقام في الملعب. كويس. وانت كابتن احمد لما 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 كنت في تركيا ما كنتش بتاخد اعلى واحد؟ يعني اكيد زي ما انت بتقول. اه بس هو كل واحد عرض وطلب، الناس هنا العقليات طب هناك عقليات مختلفة. طب بلاش انت عشان احنا ما لا لا يعني عادي، بلاش انا ما عنديش مشكلة. ماشي، انا اسف ان انا ذكرت اسمك. هو كريستيانو رونالدو في كل الاندية اللي لعب فيها لما بياخد اعلى واحد اوضة اللبس ما بتبص؟ طب ميسي لما بياخد اعلى واحد اوضة اللبس ما بيبص؟ طب بلاش كده. انت بس عايزين بس التشبيهات تبقى يعني ايه، يعني انا ما بشبهش عايزين ميسي بس بالميسي. التشبيهات تبقى واقعية لا لا شوية بس. انا يعني انا ما بشبهش فاهم ميسي والله، بالميسي. يعني طب يعني استنى هقول لك ماشي. على حاجة. امام عاشور في النادي الاهلي مش بياخد اعلى واحد في مصر في النادي الاهلي؟ امام بياخد اعلى واحد؟ اه يعني امام بياخد اعلى من حسين الشحات؟ طبعا لا ما اعتقدش. لا طبعا. لا 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 ليه اختلف يا كابتن؟ معاك. طيب اسأل بس على عقود الإمام وإيه اللي بيجيله من بره، من حقوق رعاية، من إعلانات، من هتعرف الكلام ده كله؟ هتعرف إن إمام عاشور أعلى لعيب في النادي الأهلي بياخد. ايوه انا خلي بالك، انا والله ما مختلف، انا متفق معاك في اللي انت بتقوله، إن حسين الشحات راح اتدفع فيه 5 مليون ونص دولار، ده كده ما يبقاش أعلى لعيب. إن إمام يدفع فيه 3.5 مليون دولار، ده ما يبقاش أعلى لعيب. ما هي دي تمام ارقام يا كابتن اتدفعت في اللعيبه دي، تمام. دي مش ارقام كبيره. هو ليه اوضه اللبس؟ يا كابتن طارق يا حبيبي اسمعني، اتفضل انا على فكره
انا مع على زيزو فكره ان انا ما بعلقش على حضرتك، انا على زي انا مع زيزو ان لان هو انت يطلب ده اللي مش هو عايزه، كلامك انت، لان بس ده انا مش كلامك انت، بالظبط. انا بس انا عايز ان ده مش بتكلم على كلامك ايه، انت. حتى امام ولا حسين الشحات ولا اي حد بياخد رقم الفروقات، انا بتكلم على الفروقات الكبيره. يعني مثلا سي انت بتاخد 3 وواحد بياخد 15، هي دي اللي انا بتكلم عليها. طب فامام انا النهارده هسال حتى لو حضرتك، بياخد اعلى واحد، هسال حضرتك سؤال في النقطه دي، اتفضل. هو ليه لما اشرف بن شرقي بيجي من بره وبياخد اعلى لعيب في النادي ما بيسالش ان اوضه اللبس تكون؟ ما هو ده عشان، احنا عقلياتنا لسه بنفكر بالشكل ده. هو زي ما انت بتقول، انا عايز اقول لك على حاجه، هو موديس ده لما جه النادي الاهلي معلش يعني، وكلف النادي الاهلي حوالي 2 مليون دولار، هل هو افضل من كل اللعيبه اللي موجوده؟ ولا حتى نص ربع لعيب في النادي الاهلي طيب دلوقتي. يعني انا بقول لك ان احنا للاسف العقليه دي لازم تتغير. بس انا خلاص، ما بسالك ليه؟ احنا دلوقتي الدنيا اتغيرت يا كابتن احمد، احنا دلوقتي اللعيب المصري بقى بشكل كبير جدا بيساوي اللعيب الاجنبي في صحيح الفلوس، صحيح. ومين اللي محقق لي ارقام اعلى؟ معشان كده بقول لك كابتن احمد، اي لعيب جاي فتره تجديد عايز ياخد ارقام كبيره يعمل نفس الارقام اللي بتتعمل، اللي هي عشان وقتها لما يجي يطلب اي تمام. رقم يستحق ان هو ياخده، محدش يقدر يتكلم معاه. طيب انا عشان الاعداد عندي يعني دلوقتي بيكلموني بيقولي ان في فئه اولى في النادي الاهلي امام بيتساوى مع اكتر من لاعب في الفئه الاولى، كلهم بياخدوا زي بعض، حسين الشحات. خد بالك يا كابتن احمد، خد اتفضل. بالك عشان برضه ارد في الحته دي، لا علشان بالعكس احنا بنوضح والله مش اكتر. النادي الاهلي بيدي اللعيبه كلها عقد ثابت واحد لكل اللعيبه، انما بيجي له فلوس من بره، من هنا، من رجال اعمال، من كذا من كذا، بيخلي رقمه يعلى يزيد عن كل الارقام اللي موجوده. صحيح صحيح. ما هو ده اللي هيحصل مع زيزو برضه يا كابتن. يعني انا لما، هل يا كابتن احمد لو مثلا على سبيل المثال الاستاذ ممدوح عباس هيدعم صفقه بن شرقي، يعني بلاش دي بن شرقي، كل الرقم اللي بيدعم بيه ممدوح عباس بيضاف لعقد بن شرقي؟ لا لا طبعا، ده رقم بيبقى من متبرع بيه عشان الصفقه تتم. طب استنى، عشان في ستوري كده سيزو لسه برضه منزله، خلينا نشوفه كده. طب هاتوا لنا كده يا جماعه نشوفه كده مع بعض كل اللي بيحصل ده، بيبين لك قد ايه احنا فاضيين، قد ايه الناس ما عندهاش حاجه واحده مهمه في حياتها تعملها. الحياه دلوقتي عباره عن 2 قاعدين مع بعض بيفكروا وهيكدبوا في ايه النهارده، بيفكروا ازاي نفبرك اخبار ونولع الدنيا ونجيب ريتش. هتكلم ما تقلقوش، بس كل حاجة ليها وقتها. تعليقك على الكلام ده؟ لا، هو الراجل بيقول للناس اهدوا شويه وسيبونا نشتغل، يعني الراجل دلوقتي بيتفاوض مع نادي الزمالك. يعني هقول لك على حاجه، هو طيب زيزو الصبح بس انا نازل انت ده تعليقك، كابتن. بس انا هقول حاجة مهمة لزيزو، نصيحة. وانا مستني منك انك تقول الكلمه دي عشان انت كابتن لا لا لا، منتخب مصر. انت انا نصيحة بس لزيزو، بس عشان يبقى فاهم، لازم تبقى فاهم يا زيزو، انت لو مش لعيب مهم ولعيب مؤثر محدش هيهتم باخبارك اساسا ولا هيجيب اسمك اساسا، حتى بقى غلط ولا صح والناس بتألف ما بتألفش، لانك انت اصبحت قيمة ولعيب ليك قيمة. سيب اللي تمام. يتكلم يتكلم وسيب اللي يقول يقول، وانت اجتهد في الملعب فقط لا غير. لان انت تفتكر زمان قبل كده كلنا اتعرضنا يا راجل، ده انا في 2006 لما كنت معاكم انا مصر كلها كانت بتتهم الكابتن حسن شحاته بالمجامله ليه، ما رديتش على حد، رديت في الملعب ونزلت رديت في الملعب. فاتمنى، انا عايز لا، هم افهمه. ما كانوش يعرفوا الصقر كويس، اصل هم لو كانوا يعرفوا الصقر كويس كانش يعملوا كده. لا لا خد بالك انت كفاح غريب، ومش ربنا يخليك. بجاملك عشان بكلمك. لا 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 خالص والله، انا بتكلم دلوقتي بجد. نصيحه لزيزو، انت ما تلتفتش الناس لو بتتكلم عليك، لو احنا مهتمين باخبارك في الوقت الحالي، لو احنا الناس كلها عايزه تعرف انت هتمشي ولا هتقعد، انت موجود ولا مش موجود، فده لانك انت لعيب مهم ولعيب مؤثر. انت لو مش لعيب مهم ولعيب مؤثر محدش هيتكلم عليك اصلا. فدي نصيحه، ان ركز انت في شغلك وركز انت مع ناديك وركز انت مع المنتخب وسيب الناس تتكلم زي ما عايزه تتكلم. الله اتفضل يا ينور كابتن، عليك يا كابتن احمد. بس اتفضل يا فبقول كابتن. لحضرتك احمد، النهارده الكابتن، النهارده زيزو منزل الستوري الصبح مثلا من التمرين من النادي، بيقول لك انا بجهز الموسم الجديد. تمام. ليه الناس ما خدتش ده بالشق الايجابي، ان هو ممكن يكون بيفكر ان هو يبقى موجود في النادي ومكمل في النادي؟ تمام. ليه عمالين نقول مثلا ان زيزو لازم يتباع، اصل الرقم، اصل مش عارف ايه، اصل ايه، اصل الاصل. على فكرة طيب، لما الناس بتتكلم بتقول زيزو لازم يتباع والكلام ده وكده، لان انت بتتكلم على
انت ابن من ابناء نادي الزمالك، في ازمه أكيد موجوده داخل نادي الزمالك، ازمه أكيد ماديه، طبعا فهم أكيد لما أكيد شايفين ان هم مش عايزين يخسروا الاثنين، يعني مش عايزين، هم عايزين يحتفظوا بزيزو، بس طبعا الامور الماديه صعبه شويه، وفي نفس الوقت انا مش عايز بعد 3 شهور او بعد 4 شهور زيزو خلاص يمشي يبقى فري، فبالتالي يبقى انا لا استفدت منه ماديا ولا استفدت منه فنيا، فعشان كده يعني كان الله في عون مجلس اداره نادي الزمالك بصراحه يعني. الله يكون في عونهم، وانا عارف ان هم بيسابقوا الزمن عشان يخلصوا موضوع زيزو ويخلصوا كل المواضيع صحيح اللي قدامهم، وان شاء الله باذن الله كابتن يعني يا رب اتمنى ان احنا نسمع خبر كويس في خلال ال 48 ساعه الجايين دول، بان زيزو مكمل في النادي وان زيزو قاعد، وده انا اللي بتمناه على المستوى الشخصي. زيزو قيمه وقامه كبيره جدا، صحيح زيزو لعيب كبير عمل تاريخ محترم لنفسه وارقام محترمه جدا لنفسه في النادي. انا اتمنى ان هو يكمل في الفتره اللي جايه والموضوع بتاعه يتحل، وان الناس اللي متداخله في الموضوع في الفتره اللي جايه دي تخش وتخلص الحوار ده عشان نقفل الحوار ده خالص كابتن. ان شاء الله. الصفقات الجديدة للزمالك عندك أي معلومات عنها؟ والله اللي انا عارفه من بعيد ان في اسماء مطروحه، في اسماء مطروحه قدام المجلس، بس هو المجلس دلوقتي عنده مشاكل كتير زي ما انت بتقول يا كابتن احمد، بس بيجهزه ان شاء الله باذن الله. الاول يتعلم فك القيد، وبعد كده ان شاء الله يعلم كل حاجه ان شاء الله. عواد مستمر مع الزمالك ولا هيرحل عن الزمالك؟ والله ما عندي معلومه، والله ما عندي معلومه، بس هو عواد النهارده في تصريحين ليه بيقول ان انا كنت موافق على الارقام ومش كنت موافق، صحيح، كان قبل كده في كلام بيتقال من المجلس ان هو هو اتعرض على التصريحات دي انت بتقول في تصريحات كده وبتعديها كده وماشي كده من غير يعني، ما احنا اللي قايلين التصريحات دي اساسا، انت طبعا انا اللي الشهر قايلها لازم امبارح اساسا، لان انا اتقابلت مع عواد، وبصراحه انا سالته انت ليه مغالي في طلباتك مع نادي الزمالك وليه انت ما جددتش لحد دلوقتي، اتقابلت انا وهو طبعا كان صدفه، فقال لي والله خلاص انا مش مغالي ولا حاجه، انا بالعكس اللي اتعرض عليا من نادي الزمالك انا وافقت عليه، وقال لي ارقام بصراحه وانا شايفها ان هي ارقام منطقيه جدا جدا جدا، طب ايه اللي معطل انك انت ما توقعش طالما انت موافق؟ قال لي انا منتظر ان النادي يتواصل معايا علشان طب مش النادي عمل له عرض يا كابتن؟ وهو قال لي انا وافقت على، هو طب قال لي انا لما وافقت هو على، وافق ما راحش ليه للمجلس وقال له انا موافق؟ هو بيقول ان مفيش تواصل معايا، هو منتظر ان مفيش حاجه، مش تواصل يا كابتن. انا دلوقتي الدفع الكابتن احمد حسن اداني عرض قال لي طارق انت هتشتغل معايا في الحته دي ماشي، تمام، وانا حاطط لك كذا مرتب. الطبيعي ان الكابتن احمد يتصل بيا تاني ويقول لي عملت ايه يا عم طارق، ولا طارق يقول له يا كابتن انا موافق على العرض. لا هو قال ان انا موافق على العرض، هو الخلافات شويه يمكن الحاجات بقى الخارجيه اللي انت بتتكلم عليها دي هي دي اللي يمكن فيها اختلاف شويه، انما هو قال لي اللي اتعرض عليا هنا بقى كابتن احمد في النقطه دي الثلاث سنين القادمه انا موافق عليهم وما عنديش اي مشكله وما عنديش اي ازمه، حتى انا والله يعني انا لان الطلبات اللي انا كنت سامعها الاول كنت شايفها ان هي مغالى فيها بشكل كبير، لكن طب الارقام اللي النقطه انا في سمعتها النقطه منه على فكره بتدفع في انديه في متوسط جدول الدوري، فعشان كده كابتن انا حتى احمد، اتفضل كابتن احمد النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، حضرتك كابتن دلوقتي فكره ان الحاجات الخارجيه، انا رجل اعمال عايز ادي للكابتن احمد 5 قروش ومش عايز ادي لطارق ولا جنيه، دي بتاعتي انا، صحيح، انما النادي حاطط رقم ليك انت موافق عليه روح امضي، النادي هيقول لك اوكي ولا غلط الكلام ده؟ ممكن مظبوط، يكون الكابتن احمد مثلا عشان يجي الزمالك هيقعد مع طارق يقول له كابتن احمد انا هديك 100 مليون جنيه، انا حر بفلوسي مش نتمنى فلوس النادي. نتمنى نتمنى ان الامور ان شاء الله باذن الله تنتهي على خير ان شاء الله باذن الله، يا رب يا رب وان يحصل استقرار بالنسبه لنادي الزمالك، واعتقد ان خلاص هانت فك القيد بكره كابتن طارق السيد طبعا نجم نادي الزمالك ومنتخبنا.